دونك مرحبا بكم. اليوم غادي نبداو لا تخوازيام سيونس ديال لا ريفيزيون ديالنا ديال المات اللي غنصحو فيها. اول حاجه لا سيري الثانيه اللي حطيت لكم، واللي باقي عنده مشاكل ولا شي حاجه يحاول انه يحلهم في هاد لا سيونس هادي، حيت من بعد غادي ندوزو للكالكول ديال لي ليميت لا ديريفاسيون ايتترا. دونك غادي ندوزو لداكشي اللي هو اهم، ايتود دو فونكسيون الى اخره، ونذكرو بداكشي اللي قريتو في سيديام. دونك مزيان، حيت هادشي محتاجوه بزاف، داكشي باش حاولت اني نركز عليه وندير عليه ثلاثه ديال السيونس باش كومسا ما نعاودوش نرجعوا لهادشي. دونك اول اكزرسيس عطيتكم هو انكم تحلوا دي زيكواسيون. هاد لي زيكواسيون علاش حطيتهم لكم؟ باش انكم تراجعوا بهم لي زيكواسيون ديال بروميير و دوزيام دوغري لا سوليسيون ديالهم، وتراجعوا او ميم طون لو طابلو دو سين، وبالتالي غتكونوا راجعتوا لي زيكواسيون. اوكي، بالنسبه لي ليكواسيون الاولى اللي عطيتكم هي اكس بلس 3 انفيريور ستريكتومون strictement a plus a zéro pardon. Donc اول حاجه غادي نخدم لي ليكواسيون ديالي عادي. دونك هنا غادي ندير x عندي 3 للجهه الاخرى، وغتعطيني inférieur strictement a moins 3. غادي نستغل الفرصه وانني في كل حاجه كنصحها غادي نذكر لكم، حيت بزاف منكم صيفطوا لي الاجوبه ديالهم، ماشي كلشي جاوبته ولكن راني قريت كلشي باش نشوف الاخطاء اللي كيكونوا. اول خطا كنلاحظوا بزاف بزاف هو انه كاين اللي كيخلط ما بين مثلا موان 3 او لا مثلا 3 اكس، مثلا نخليو نفس المثال انفيريور ا 0 و اكس بلس 3 انفيريور ا 0. فهنا كيكون اللي كيجيو كيدير بحال هكا وكيحط هنا انفيريور ا موان 3، وهذا راه غلط. يعني هادي راه 3 راه لاصقه في اكس، هادشي راه لي باز ديال الماط. يعني هادشي الا باقي عندكم فيه مشكل صيفط لكم البلاي ليست ديال 4 اللي شرحت فيها، راه غتعاونكم بزاف. الوغ هنا ما غاديش نقص، راه هنا غادي نقسم على 3 وغنقسم هنا على 3. دونك هنا غتبقى عندي اكس، وهنا 0 سيغ 3 اللي هي تعطيني اكس انفيريور ستريكتومون 0. باغ كونطخ هنا عندي الجمع، عندي بلوس، وبالتالي عندي الحق انه نقص. هاد المرة غادي نقص 3 هنا ونقصها هنا، باش كومسا كتمشي 3 مع 3 وكتعطيني اكس انفيريور ستريكتومون او موان 3. دونك راه كاين فرق بحال هادشي، يعني ما نبغيش مازال نشوفو. فوالا اوكي. دونك مزيان، هنا تحطت لنا واحد ليكواسيون اللي هي اكس inférieur strictement au moins 3. هنا يمكن لي نجي نيشان، غادي نرسم هنايا واحد سميتو باش ما عمرنا نتلفو. المهم كبدايه من بعد تبقاو ديروها غير بغير بعقلكم، كنديروا 0 موان لانفيني بلس لانفيني كيعاوننا. كنحط عندي هنايا موان 3، يعني موان زعما موان 2، غادي هنا موان 3 اللي هي عندي هنا. شنو طلب مني؟ قال لي هاد اكس يكون انفيريور موان 3. شنو هي انفيريور؟ يعني اي حاجه اصغر من هاد موان 3 هادي. دونك موان 3 ها هي داكشي اللي صغر منها، وبالتالي غادي يكون المجال هو من موان لانفيني لموان 3. ولكن كيبقى هنا السؤال، واش غادي نحل المجال ولا غادي نسدو؟ اول حاجه قلنا الاس او مجموعه الحلول غادي تكون هي من موان لانفيني، وبيان سور من جهه موان لانفيني كيكون المجال محلول حتى لموان 3. موان 3 شنو اللي كيتحكم فيها هو انه واش عندي او ايغال ولا ستريكتومون. كون كانت عندي او ايغال غادي نسد المجال من موان 3، ولكن بويسك عندي ستريكتومون دونك غادي نحل المجال من موان 3 ما تكونش هي داخله. دونك بحال هكا، هذه الطريقه الاولى ديال الخدمه. الطريقه الثانيه غادي تقدروا تطبقوا داكشي اللي حطيت لكم في، يعني اللي وريتكم في لي زيكواسيون ديال بروميير دوغري. غادي تجيو غادي تقولوا بوزون هاد الاكس بلس 3 ايغال 0 واحد ليكواسيون، هادشي ايكيفالون ان اكس ايغال موان 3. وغادي نرسم هنا لو طابلو دو سيني x بلس 3 كيف ما شرحت لكم. هنا عندي الحل ديالي 0، عندي من كنجي الاشاره ديال ا اللي هي بلس حيت هنا ا هي واحد، والا صفر كندير موان. انا علاش كنقلب انفيريور؟ دونك غادي نمشي فين كاينه بموان. هنا ها هو الانترفال من موان لانفيني لموان 3، فوالا. وموان 3 ما داخلهاش كيف قلنا حيت ستريكتومون، وبالتالي غادي نحصل على نفس الجواب. داكوغ، ليكواسيون الثانيه كتقول بحال هكا، عندنا اكس كاري موان 9 superieur ou égal à 0. هنا كذلك عندي جوج ديال الطرق ديال الخدمه. احنا غادي نسميت اول حاجه، غادي بامكاني انني نلاحظ ان هذه واحد المتطابقه هامه من درجه 3 اولا une identité remarquable degré 3. اوكي، اللي هي فاش كتكون عندي ا او كاري موان بي او كاري، هذا الشيء ايغال شنو؟ انه كتعطيني ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي، و ا في هذه الحاله هي اكس و بي هي 3، حيت 3 كاري هي 9 عطاتني هنا، و اكس و كاري هي اكس و كاري، وبيناتهم موان.
دونك نقدر نرد هاد اكس كاري موان 9 هي اكس موان 3 فاكتور دو اكس بلس 3 سوبيريور او ايغال ا 0. مزيان. دونك هنا بزاف منكم يعني فريمون بزاف منكم واخا هادشي خدمناه بزاف ديال المرات كيجيو هنايا وكيقولوا اذا اكس موان 3 كيقول لك اذا بحال هكا اكس موان 3 سوبيريور ايغال ا 0 اي او لا اكس بلس 3 سوبيريور ايغال ا 0. هذا راه غلط، ما يمكنش تنتج هادشي من هادشي. علاش الجواب هاد لا بارتي هادي اش كتعني؟ انه ضروري باش يكون عندي مثلا حاجه فوا حاجه، عدد فوا عدد، ضروري باش يكون سوبيريور ايغال ا 0 خاصهم يكونوا بجوجهم ستريكتومون بجوجهم بوزيتيف. واش هادشي صحيح؟ اجيو نعطيو مثال. مثلا الا عطيتك حاجه بوزيتيف 3 فوا حاجه بوزيتيف 2 بصح عطاتني 6 اللي هي بوزيتيف، دونك برافو عندك صحيح. ولكن واش موان 3 في موان 2 ماشي هي 6؟ موان مع الموان كتولي بلوس، 2 فوا 3 هي 6، وبالتالي عندي حاجه نيجاتيف وحاجه نيجاتيف ومع ذلك عطاتني بوزيتيف. دونك هادشي اللي حطيتي هنايا غلط، انت قلتي لي ضروري خاص يكونوا بجوجهم بوزيتيف داكوغ، دونك هادشي ما خاصوش يتعاود حتى هو. دونك هنا ما عندي ما نقول، ما يمكنش ليا نحكم، غير خصني ندير لو طابلو دو سيني باش تبان ليا الفكره. ولو طابلو دو سيني غادي نقاد واحد كبير، يعني غادي ندير فيه اكس موان 3 اكس بلس 3 وعاد غنشوف. وهاد الحاله نفضل انني نديرها في لي زينيكواسيون اللي جايين. هنا غادي نخدم عاجز، انا قلت لكم ديجا شفنا لي زينيكواسيون لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري. دونك بوزون هاد ليكواسيون اكس او كاري موان 9 ايغال ا 0 غنحسبو دلتا اللي غتعطيني في الاخر 0، وعندي الحلول موان 3 و 3 راه باينين اصلا من هنايا. دونك هنا غادي نجيو غادي نكتب موان 3 موان لانفيني بلوس لانفيني باردون هنا ماشي زيرو باردون غتعطيني دو كاري موان 4 اسي دونك 1 موان 4 فوا 9 4 فوا 9 دونك هي 18 36 دو كاري دونك هي 36 غتعطيني هنا 36 دونك بوزيتيف داكشي علاش عندي جوج ديال الحلول. اوكي دونك هنا غادي تكون نازله 0 نازله 0 اكس كاري موان 9 قلنا هنايا كندير الاشاره ديال ا اللي هي ا هي واحد دونك هي بلس هنا الاشاره ديال ا والداخل كندير الاشاره ديال العكس ديال الاشاره ديال ا. علاش كنقلب ديما كنرجعوا لينيكواسيون ديالنا كنقلب على سوبيريور سوبيريور كيعني بلس دونك غنشوف هنا وغنشوف هنا يعني في هذا المجال وهذا المجال بقى باش نعرف واش هاد لي سوليسيون غيدخلوا ولا لا. عندي هنا او ايغال دونك غادي يدخلوا لي سوليسيون وبالتالي عندي لونسومبل ديال لي سوليسيون ديالي. قلنا هذا المجال هذا هو الاول بلس موان لانفيني باردون حتى موان 3 ما داخل باردون حيت او ايغال اونيون اتحاد كما شفنا 3 بلس لانفيني. بنفس الطريقه الا خدمنا بانه درنا الاولى بوحده والثانيه بوحده وعاد جمعنا نلقاو نفس النتيجه. راه غنشوف هادشي في لي زينيكواسيون الجايين. شنو هي لي زينيكواسيون اللي درت هنا؟ نرجع للتمرين. دونك هنا قلنا انفيريور او ايغال ا 0 انفيريور او ايغال ا 0 اوكي. دونك هنا عاوتاني نفس الحاجه دونك خاصني نحل هادي عندي الفوق والتحت الى جي انا عاوتاني لقيت شي حاجه شنو كيديروا كيجيو كيكتبوا اكس موان 1 انفيريور او ايغال ا 0 كيضربوا هادي فوا هادي. وراه الملاحظه عطيتها لكم غير في لا سيونس اللي قبل. شنو قلت لكم؟ هادشي ما يمكنش تجيو تستنتجوا نيشان. شنو قلت لكم في لا سيونس اللي قبل؟ قلت لكم انه انا ما عرفاش هاد موان اكس بلس 2 واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، حيتاش الا كانت شي حاجه بوزيتيف غتولي عندي هكا يعني غتولي بحال هكا فوالا، ولكن الا كانت نيجاتيف راه غتولي عندي بحال هكا. غادي نضرب حاجه نيجاتيف دونك موان هادي غتكون يعني كلشي غادي يتقلب. دونك ما عنديش الحق نجي وندير هاد هاد لابارتي هادي ديال انه نضرب هنا بويسك عندي واحد لا فاريابل ولا واحد لانكوني ونجي نضرب في الزيرو ونقول راه زيرو فهاداك الشيء هي زيرو دونك كتبقى لا. دونك انا كيخصني ندرس حاله كل حاله بوحدها ورد البال من هادشي هو اللي كيدير مشاكل التلاميذ. دونك في الدي دو اف بزاف ديال الحوايج. دونك هنا ما عندكش الحق تقيس شي حاجه من غير انه غادي تشد هذا تدرسو بوحدو هذا تدرسو بوحدو وغادي تجمع داكشي وتشوف فين عندك نيجاتيف سيتو. دونك اكس موان لانفيني بلس لانفيني اوكي. دونك غادي نخدم الاولى بوزون هاد
x موانز 1 ايغال 0 باش نحلها ايكيفالون ان x ايغال 1 دونك هو الحل ديال الاولى. بوزون هاد ليكواسيون الثانيه اللي هي موان x بلس 2 ايغال 0 هادشي ايكيفالون ان x ايغال 2 هادي غنتيال هنا دونك فوالا. جوست ابري غادي نجيو غادي نقاد الطابلو ديالي الاولى غادي نكتب فيها x موان 1 اللي انا كندرس فيها هي الفوق لتحت موان x بلس 2 واللي بغيت انا نخليوها كاع حتى لابري. غادي نكتب الحلول هذه الحل ديالها هي واحد وهذه الحل ديالها جوج كنكتبوا الحل الصغير عاد كنكتبوا الحل الكبير فوالا. دابا قلت لكم هذه بحال شي لعبه دونك نبقاو نشوفوا عندي x موان 1 الحل ديالها هي واحد هي اللي كندير فيها هاد الزيرو هي هذه حتى لانها سانول فيها وهذه فوالا ما عرفتش كون صيفط ليا انت ندور الحصه اوكي. المهم هذه الثانيه كنديرو بحال هكا حيتاش سانول في 2 تري بيان. شنو قرينا؟ قرينا في انه فاش كتكون عندي بروميير دوغري لي من ديال هاد الزيرويا كيكون اشاره ا واللي صر ديالها اكس اشاره ا ولا ما مشوز هنايا غير باش انا تجيني سهله. شنو كندير؟ كنكمل هاد الشراطي هادو كنكمل هاد الشراط واخا نورمالمون ما كاينينش انا كيهمني غير هاد الزيرويا اوكي. دونك هادي عندي واحد يعني بوزيتيف لي من ديال الزيرويا بوزيتيف بلس بلس واللي صر ديالها نيجاتيف فوالا. هنا عندي ا نيجاتيف دونك لي من ديال الزيرو يا ناقص لي صر ديالها الاكس لي بلس بلس فوالا. علاش كنقلب انا على اكس موان 1 سور موان اكس بلس 2؟ هنا عاوتاني شنو كنشوفو؟ كنشوفو هادي فين كتنعدم. الا نعدم عندي الفوق كينعدم عندي كلشي وبالتالي في حين انه الا نعدم لتحت راه شي راه ما يمكنش نلقى اصلا في المقام لتحت شي حاجه ايكال زيرو. وبالتالي شنو كندير؟ هذاك الحل ديال التحت كنحيدو من الطابلو. كيفاش كندير ليه؟ كنعطيه كنعبر عليه بجوج شريطات بحال هكا كيعني انه هاد لو نومبر هذا ما خصوش يكون اصلا كسوا كانت او ايغال ولا ستريكتوم ولا اللي كان ما خصوش يدخل حيت كاين في المقام وما يمكنش يكون ايغال ا زيرو اوكي. اما هادي سي با غاف دونك سانيول فيها. كتبقى لي حاجه وحده هي انه كندير الفوق فوا التحت. شنو قلنا؟ انه بلوس فوا الموان égal moins, moins fois plus égal moins, plus plus égal à plus, ou moins plus, moins égal à plus. يعني إلا كانوا بحال بحال مضروبين في بعضياتهم كيكونوا plus وإلا كانوا مختلفين كيكونوا moins. plus fois le moins مختلفين donc moins, plus plus بحال بحال donc plus, وهنا moins مع plus هي moins. كتبقى لي حاجة واحدة نديرها هي أنه علاش كنقلب أنا على inférieur. انفيريور كيعني المجال اللي فيه الموان هذا وهذا دونك كنقصد هذا وهذا صافي اوكي. بقات ليا واش او ايغال ولا ستريكتومون او ايغال دونك عندي الحق انني ندخل هاد الحلول هادو مع العلم انه جوج ما داخلاش ماشي حيتاش ستريكتومون ولكن حيتاش جا الحل في المقام صافي. دونك هنا غادي نجيو غنكتب لونسومبل ديال لي سوليسيون ديالي كتبو بالحمر دونك لونسومبل ديال الحلول اس ايغال هاد المجال وهاد المجال اللي فيهم الموان دونك من موان لانفيني لان داخل حيتاش او ايغال اونيون دو نورمالمون خاصها تكون داخله حيتاش او ايغال ولكن قلنا كاين في المقام دونك كيتحيد دو تل بليس لانفين وهذا هو الحل. دونك هادي عاوتاني غنخدموها حتى هي بسرعه سهله. هنا غادي ندخل الكاري وراه شفنا الفرق ما بين الا كان عندك الكاري هنايا لداخل والا كان على لاغاسين. دونك هنا الا بغيت نجبد اكس سهله غادي ندير غير او كاري هنا غنرفع او كاري وغنرفع هنا او كاري دونك تحيد لي الجذر سون بروبليم مون 3 اكس بلس 1 سوبيريور ا 0. هنا غنخدم لي ليكواسيون ديالي عادي سوبيريور ا موان 1. هنا عاوتاني كاين اللي غلط هو انه كيمشيو كيديروا اكس سوبيريور ا موان 1 سور موان 3 لي 1 سور 3 وهذا غلط. علاش؟ حيت هنا خاصني نضرب بعدا فواحد لو موان باش يرجع عندي هذا الشي بوزيتيف ولا ضربت في موان 1 كيتقرب الرمز كيتقلب الرمز دونك 3 اكس انفيريور 1 عاد كندير اكس مو انفيريور 1 سور 3 فوالا. دونك فوالا كنقاد اكس موان لانفيني بلس لانفيني la solution اللي هي 1 sur 3
s'annule فيها هاد ليكواسيون هادي. دونك موان 3x بلس 1 اللي من كيكون اشاره ا هنا عندي هي النيجاتيف والاكس ديالها بوزيتيف. دونك بحال هكا علاش كنقلب سوبيريور ستريكتومون، ها هي بلس ستريكتومون، دونك الحل ما داخلش. وبالطريقه كنستنتجوا بلي اس ايغال موان لانفيني حتى ل 1 سور 3 ما داخلش حيت ستريكتومون ماشي او ايغال لي زونسومبل دو ديفينيسيون. هادي زونسومبل دو ديفينيسيون اللي شفنا انه فاش كنبغي نقلب على لو دومين دو ديفينيسيون ضروري كنكتب على هذا الشكل هذا باش تكون عندي لا ريداكسيون ديالي صحيحه. دونك كنكتب دي دو اف ايغال اكس ابارتونون ا ار تيل كو، وكنكتب عندي لي كونديسيون هنايا وراه حطيتها لكم في كل حل ديال كل وحده باش ديما تبقاو عاقلين على لا ريداكسيون. دونك بحال هكا هنا راه كاملهم ابارتيان فوالا تري بيان. دونك عطيتكم اول فونكسيون اللي هي هاد لا فونكسيون هادي موان 10 اكس كاري هادي اكسيتيرا. دونك هنا اغلبيه ديالكم راه جاوبوا صحيح. هنا راه عندي دي دو اف ديالي نيشان هو ار، علاش؟ باسكو هاد اف 1 دو اكس ايت ان بولينوم، دونك ما كاين حتى شي كونديسيون، دونك نيشان كنقولوا بلي دي دو اف ايغال ار. لاحظت بلي شي وحدين كيكتبوا بهذه الطريقه هادي وكيقولوا بحال هكا تيكتبوا ار، وهادي غلطه ما كنكتبوش هنا، كنكتبوا لي زاليمون لي زاليمون. اما الا كانت عندي ان اونسومبل راه ما كنديروش لي فوالا يعني هاد اللمات ما كنكتبوش بحال هكا، دونك ردوا البال. تري بيان. بالنسبه للثانيه هنا طلبت منكم دي دو اف ديال هادي. دونك قلنا شفنا بالنسبه لي دومين دي ديفينيسيون جوج اللي هما اساسيين انه المقام يكون ديفيرون دو زيرو، واي حاجه فصل غاسين تكون سوبيريور او ايغال ا زيرو. وشفنا كذلك الالين وقلنا داكشي اللي داخل الالين يكون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. داكور دونك مزيان. هنا عندي كونديسيون وحده، دونك غادي نجي وغادي نكتب دي دو اف ايغال اكس ابارتونون ا ار تيل كو هذاكشي اللي لتحت 3 اكس بلس 6 ديفيرون دو زيرو، خاص يكون ديفيرون دو زيرو. دونك نقدر ندير بحال هكا نيشان سي بون دي دو اف ايغال اكس ابارتونون ا ار تيل كو اكس ديفيرون غنخدمها بحال لا ايغال عندي موان 6 لهنايا 6 دونك غتولي موان 6 اكس غادي نقسم على 3 دونك نيشان موان 2 ديفيرون دو فوالا موان 2. دونك غادي نتي بحال هكا ديفيرون دو موان 6 و اكس ديفيرون دو موان 6 سور 3 اللي هي موان 2 صافي. وهنا شنو كاين هذا الشيء انه دي دو اف هو في ار كامله ولكن محروم من واحد ليليمون. وقلنا فاش كيكون عندي هاد الشكل هذا كنكتب دي دو اف ديالي كنكتب ار وكندير محروم. شنو هي محروم؟ كندير واحد لو موان ولكن ماشي هكا، لا كنديرها بحال هكا بحال اونتي سلاش صغور وكندير لي ليمون اللي ما خصوش يكون داخل بهاد الطريقه هادي سي بون تري بيان. سينو كاينه طريقه اخرى انه غادي تكتب حيتاش شنو هي ار هي من موان لانفيني بلس لانفيني ولكن غنحيد منها موان 2 يعني نقدر نكتب موان لانفيني حتى لموان 2 ولكن فوالا اونيون ديك موان 2 نيت حتى لبلس لانفيني سي بون. حطيت لكم واحد لو بياج بزاف جا هنا نيشان وقال لك دي دو اف هي اكس ابارتونون ار و 2 اكس ديفيرون دو زيرو، وهذا الشيء راه سي فغي يعني هو اللي كاين، ولكن ردوا معايا البال انه باغفوا خاصكم تبقاو تردوا البال واش اصلا داكشي اللي مكتوب عندكم واش مقاد ولا لا. حيت هنا لاحظوا انه اف 3 دو اكس، المهم درتها لكم باش انكم تبقاو تردوا البال وتشوفوا الامور خارج الصندوق شويه. ردوا البال انه ممكن نكتبها على شكل 2 اكس عامل غنعمل ب 2 اكس اتشيت ليا هنايا غير اكس بلس الى عملت 2 اكس هنا غتعطيني هي 2 فوا 2 اكس. دونك بحال هكا اوكي سور 2 اكس. دونك غنختزل هادي مع هادي وغتعطيني اف 3 دو اكس ايكالا اكس بلس 2 وهادي راه بولينوم. دونك هنا راه دي دو اف راه هو ار سون كونديسيون، فهمتوني؟ دونك انا راهي حطيتها لكم حيتاش اصلا هادي بحال غير زده وصافي. بحال قلت لك 6 راه هي 12 على 2 وقلت لك لا راه هاد جوج خاص تكون ديفيرون دو زيرو وهادي وهادي، هو راه لا راه اصلا 12 على 2 وي انكم تفهموا لي دي ديال انه باغفوا راه كتكون الكتابه ماشي سامبليفي، دونك خصكم تسامبليفيوها. ولكن هادشي نادر انه يوقع الا بغا شي بروف يعني يراوغكم شويه وصافي.
دونك فوالا هنا دي دو اف راهو ار. عندي سلهاجي ومزيان البنت سولتني على المساله ديال لاغاسين. اوكي انا غادي نجبد لي كونديسيون ونخدموا كل وحده بشويه. هنا غادي نجي بيان سور غادي نكتب دي دو اف ايغال اكس ابارتيان ار تيل كو. عندي هنا جوج ديال لي كونديسيون حيت عندي لاغاسين وعندي المقام. لاحظت واحد الحاجه درتها وقيله واحد لي تيديونت ديال انه جات في واحد لاغاسين وهي تكتب بلي راه بحال هكا موان 1 موان 2 اكس سوبيريو ايغال 0. انا راه فاش كنقول لك واخا هنا نتايا راه غتحيد هادي ستيغا ولكن ما قصدك شي تكتب مقاد انه راه لا كونديسيون عندي على هذاك الشيء اللي لداخل ماشي على لاغاسين نفسها. اوكي داكشي اللي لداخل ديالها خاص يكون سوبيريور او ايغال 0 ماشي لاغاسين كامله. دونك خاصك تكتب لا كونديسيون مقاده فهمتي. دونك عندي 1 موان 2 اكس خاصها تكون سوبيريور ايغال 0 اي ضروري انه المقام يكون ديفيرون دو 0. دونك المقام كنهزو كما هو تكون فيه لاغاسين يكون فيه اللي بغا يكون. المهم المقام هنا عندي بولينوم دونك خاصها تكون ديفيرون دو 0 تري بيان. غنخدمو كل وحده بوحدها. بالنسبه للبنت اللي سولتني هاني يعني كنمشي الى غاسين ديالي كنشوفها كنقول بلي داكشي اللي لداخل ديالها كيلك سوا كيف ما بغا يكون خاص يكون سوبيريو ايغال 0 تو سامبلومون. وكنخدم اون ايكواسيون. انا كنفضل انني نخدم كل حاجه بوحدها. دونك غادي نجيو غندير 1 موان 2 اكس سوبيريو ايغال 0 وهادشي فين هادشي فين نفع انا نقراو لي زيكواسيون ولي زين ايكواسيون اللي خدمناه دابا. دونك هنا غادي ندي هذه الجهه الاخرى غتعطيني هي 1 سوبيريو ولا 1 سوبيريور ايغال ا 2 اكس هادشي كيعني انه اكس انفيريور ايغال 1 سو 2 فوالا. دونك هنا كنكتب يعني ولا كنتو كتلفوا شنو كديروا تقدر تسمو هادي. كاينه شي كيسيون بلوس لانفيني فين عندي 1 سو 2 1 سو 2 عندي في البلاصه اللي بوزيتيف غادي تقريبا هنايا 1 سو 2 وانا خاص داكشي اللي يكون انفيريور او ايغال. دونك انفيريور ها هي او ايغال دونك راه داخله وبالتالي غادي يكون هاد الانترفال هذا غير هذا غادي نسمي انا غير واحد نسمي انا اس مثلا اس 1 ولا جو سيبا هو موال لانفيني ل 1 سور 2 داخله حيتاش او ايغال صافي. واش ساليت؟ لا هادي يلا لا كونديسيون الاولى. لا كونديسيون الثانيه هي انه اكس كاري موان 2 اكس موان 8 تكون ديفيرون دو 0. وشنو كيعني هذا الشيء؟ غادي نمشي غادي نخدم هذه غادي نخدمها سو فورم ديال غنحسب ليها دلتا ديالها ايكواسيون غادي نلقى الحلول. دوك الحلول غادي نخرجهم حيت ما خاصهاش تكون ايغال 0. اوكي دونك بوزون هاد اكس كاري موان 2 اكس موان 8 ايغال 0 غنحسب دلتا ايغال هادي او كاري دونك بي او كاري اللي هي 4 موان 4 فوا ا اللي هو 1 فوا سي اللي هي موان 8. وهادشي شنو كيعني؟ اوكي بلي دلتا ايغال 4 ناقص او ناقص مع ناقص هي زائد دونك بلس 4 في 8 8 16 دونك 32 اللي هي 36 صافي. هنا غادي نزيد واحد نزيد واحد لاباج هنايا هنا نزيد لاباج انه عندي هنايا جوج ديال الحلول اكس 1 ايغال اكس 2 ايغال ها فين كاين في دوك الحصص اللي درنا موان بي موان بي عندي بي هي موان 2 موان بي هي جوج بلوس غاسين دو دلتا اللي هي غاسين دو 36 سور 2 فوا ا 2 فوا 1 اللي هي 2 ايغال 2 بلوس 6 سور 2 ايغال 4 ها هو الحل الاول 2 موان غاسين دو 36 36 سور 2 ايغال 2 موان 6 سور 2 ايغال موان 2 حيت موان 4 سور 2 اللي هي موان 2. لقيت الحلول. دونك خاص هاد ليكواسيون هاد الاكس هذا يكون ديفيرون دو الحل الاول اي ديفيرون دو موان 2. دونك دابا غادي نجمع هادي وهادي وهادي وهادشي هو اللي غيعطيني دي دو اف. دونك هنا ديجا رسمت هادي اجي نستعملها دابا غادي خصني رسمت هادي دونك غتعاوني. لقيت الانترفال هو هاد الحمر هذا غادي خصني نحيد منو 4 وناقص 2 4 غتجي تقريبا هنا راه اصلا محيده ما دخلاش اصلا في الحموريه هناتنا وهنا وابخي غادي نحيد موان 2 موان 2 تقريبا جات هنا. دونك خاص نقطعو عاوتاني المجال. دونك المجال الحقيقي ديال دي دو اف
هو من موان لانفيني لموان دو تحيد ومن موان دو لان سور دو صافي. دونك عندي هنا دي دو اف ايغال من موان لانفيني ديك موان دو كاينه عندي في لا كونديسيون الاخرى اونيون ديك موان دو نيت حتى لان سور دو. واش المثال واضح؟ مزيان. دابا غادي ندوزو لهادي كذلك هنا اكس ابارتيان. غادي ندوزو لهادي عاوتاني لا غاسين. بالنسبه للبنة وقيلا اللي سولتني ياك هو مالي غاسين ما كاين ها لي غاسين. دونك هنا كنلاحظ شنو قلنا اي حاجه فوسط لا غاسين خاص تكون سوبيريور ايغال ا زيرو. ما كنقولش لا غاسين هي اللي سوبيريور داكشي اللي فوسط منها. وشنو اللي فوسط منها؟ لا غاسين راه شاده هادشي كامل. دونك لا كونديسيون الاولى غادي نكتب دي دو اف ايغال اكس ابارتنوا ار تيلكو. لا كونديسيون الاولى هي اي حاجه داخل لا غاسين سوبيريور ايغال ا زيرو. هي 2x plus 3 sur 5 moins x supérieur ou égal à 0. Et شنو اي حاجه تحت شي مقام خاصها تكون ديفيرون دو 0 صافي ديفيرون دو 0. دونك هنا نقدر ندير لاغاسين دو 5 moins x حيتاش كامله كاينه لتحت. ولا غادي ندير 5 moins x ديفيرون دو 0. تري بيان. دونك عاوتاني خاصنا نخدمهم بجوج ونديرو ليهم لانتيرسيكسيون. دونك هنا 5 موان اكس ديفيرون دو 0 هادشي ايكيفالون ان اكس ديفيرون دو 5 هي الاولى اللي هي هادي. ثانيا غادي نخدموها كذلك. هنا خدمنا بحالها قبيله في ليكزارسيس الاول انه قلنا ما كنجيوش نديرو بحال هكا وندير 0 لا حيتاش خاص ندرس الحاله كامله سي بون. دونك غنجيو غنهز من هنايا مي سي بون صافي غنعاود نرسمو. غادي نرسم هنايا الطابلو غندير الحلول هنا نيشان حيت داكشي راه عاودناه بزاف ديال المرات. دونك مكينلاش نبقى سميتو حيت باقي تابعنا حوايج خرين. دونك هنا عندي غادي الفوق هو 2x بلس 3 والتحت هو 5 موان اكس. دونك الحل الفوقاني غيعطينا هي موان 3 سيغ 2 والحل التحتاني هو 5 وموان 3 سيغ 2 هي الصغيرة و 5 هي الكبيرة. هادي سانيول فيها وهادي سانيول فيها. وعلاش كنقلب انا؟ كنقلب على 2x بلس 3 سيغ 5 موان اكس تكون سوبيريور ايكال ا 0. شنو قلنا؟ ديما كيكون اشارة ا. دونك هكا قلنا كنقسموها غير باش انه يسهل عليا. دونك كندير بلس بلس وليس كتكون موان. كذلك هنا الاشارة ديال ا هي موان داكشي لاصق في اكس. دونك لي من موان وهادشي بلوس وكنقسمو باش يجيني ساهل. دونك بلوس بلوس فوالا. وكنهبط اشريات بحال هكا باش يجيني داكشي منظم. فين سانول؟ في موان موان 3 سيغ 2 ها هي. والاخرى ما دخلاش حيت جايه المقام. دونك كندير ليها جوج شريطات بحال هكا مزيان. بلوس موان موان بلوس 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 موان موان مزيان. دونك هنا شنو كندير؟ كنقلب على فين سوبيريور. سوبيريور هي بلوس. دونك هاد المجال بقى ليا او ايغال يعني غادي ندخل الحلول. ولكن هاد الحل هذا ما داخلش ماشي حيت ستريكتومون كي قلنا قبيله ولكن حيت لا يمكن ندخلوه حيت جا في المقام. تري بيان. دونك هنا غادي يعطيني المجال هو غندخل الحل الاول موان 3 سيغ 2 فوالا كنقلب على سوبيريور. دونك حتى 5 و 5 ما دخلش. واش هذا هو دي دو اف؟ لا ماشي بالضروره حيت عندي لا كونديسيون الاخرى راه دوينا عليها هي انه 5 ديفيرون اصلا فوالا يعني هاجي راه اصلا محققه اكس ديفيرون دو 5 هي ما دخلش اصلا من الطابلو. دونك اوتوماتيكمون هذه هي دي دو اف حيت جمع عليا لي كونديسيون كاملين دي دو اف 5. اوكي تري بيان. هنا كذلك عندي هنايا لي كونديسيون انه عندي لا غاسين وعندي عاوتاني مقام. دونك داكشي اللي تحت المقام خاص يكون ديفيرون دو 0 وداكشي اللي داخل لا غاسين يكون سوبيريور ايغال ا 0. دونك هادشي اللي غندير دي دو اف ايغال اكس ابارتمنوا ار تيلكو. دابا الا جمعت لي كونديسيون حيت دابا انا باغا هادشي يكون سوبيريور ايغال ا 0 في نفس الوقت ديفيرون دو 0. دونك دابا سوبيريور ايغال مع ديفيرون دو 0 راه هي غنحيد هاد او ايغال. دونك تبقى عندي سوبيريور ستريكتومون. دونك نقدر نجمع هاد لي دو كونديسيون في انه نقول ستريكتومون فوالا صافي. دونك غادي نقول اكس او كاري موان اكس بلس 3
supérieur strictement à 0. Ça fait? Donc on a la même chose, posons. Posons x au carré moins x plus 3. Voici l'équation delta b carré moins 4ac égale à 1 moins 12 égale à moins 11. Ou est-ce delta négatif ou est-ce que c'est un nouveau? هذه الإكواسيون ما عندها حتى شي حل. كنقولوا بلي الإكواسيون نادمي أوكين سوليسيون. وإذا كانت نادمي أوكين سوليسيون يعني ما عمرها كتكون ديفيرون دو زيرو، ما عمرها كتكون إيكالا زيرو. دونك أصلا يعني ديك ستريكتومون محققة محققة. بقى لي نشوف فين بوزيتيف. فين بوزيتيف غادي ندير لو طابلو باش نشوف فين فين قلنا سوبيريور. دونك اكس شفنا الحاله ديال دلتا نيجاتيف ما كيكون حتى شي سوليسيون، كنديرو موان اكس بلس 3 وكنديرو الاشاره ديال ا في ار كامله، الاشاره ديال ا هي اللي لاصقه دونك هي بلس. تري بيان، دونك هي بوزيتيف على ار كاملها، وبالتالي دي دو اف عندي هنايا دي دو اف إيكالا إر. دابا كون طلبت منك نيجاتيف إنفيريور راه هنا ما عندي حتى شي موان، وبالتالي غتكون دي دو إف هي لونسومبل في. غتبقى ليا هاد ليكزومبل هذا ديال عاوتاني لا غاسيل، هذا تركزو معايا فيه مزيان حيت جمعت فيه بزاف ديال الحويجات دوزيام دوغري بخوميي دوغري. دونك هنا ركزو معايا، وإلا جاوبتو على هذا صحيح راه كيعني أنه سي فغي بلا راه ضبطو كلشي. وهنا دي دو إف égal x appartient à r tel que هذا الشيء اللي داخل لا غاسين يكون سوبيريور ايغال ا 0 اي x موان 2 ديفيرون دو 0. دونك هادي كذلك غنخدموها دغيا. دونك عندنا الاولى غادي هادي باش نشوف فين سوبيريور ايغال ا 0. دونك x او كاري موان 1 غادي نشوفو ايغال ا 0 بوزون هاد ليكواسيون هادي. دونك هادي غادي تولي هي x موان زان فاكتور دو x بلس 1، سينو غادي نحسب ليها دلتا دغيا دلتا في او كاغي اللي هي 0 موان 4 بوان 1 بوان موان زان اللي هي سي، دونك هي 4. عندي جوج ديال لي سوليسيون x1 ايكال موان بي 0 بلس غاسين دو دلتا اللي هي جوج سور 2 دونك هي 1، وعندي x2 اللي هي موان بي اللي هي 0 موان غاسين دو دلتا اللي هي موان 2 سور 2 اللي هي موان 2 اللي هي موان 1 في الاخر. عندي هاد لي دو سوليسيون بالنسبه لهاد ليكواسيون الاولى. ليكواسيون الثانيه x موان 2 ايكال 0 هاد الشيء ايكيفالون ان x ايكال 2 صافي. دونك هنا باش نعرف فين هاد الشيء سوبيريور ايكال 0 غادي نعاود نقاد لو طابلو، غادي نقاد لو طابلو x moins l'infini plus l'infini. Donc voilà, on dit le plus loin moins, on dit 1 moins 1 ou 2. Donc on dit moins 1, tabaha 1, tabaha 2. On dit que c'est la tahnaya. X au carré moins 1. X moins 2. x au carré moins 1 sur x moins 2. Hadi s'annule pour moins 1 ou 1. Hadi s'annule pour 2. Voilà, غادي نقاد. عندي هنا كندير إشارة A x إشارة A إشارة A. حيت دوزيام دوغري وهادي بروميي دوغري إشارة A، وهنا كامل عكس إشارة A. ولكن كيف قلنا باش تجيني ساهلة غادي نهبط شريطات. دونك موان موان موان. تري بيان، كيما شفنا أنه الفوق هادي سانيل في موان 1 و 1 كاينة الفوق، دونك غادي ندير ليها زيرويات، والاخرى ما دخلاش حيت كاينه في المقام كندير لها بحال هكا صافي. وباش يعني تزيد توضح ليا هاد بلس تا هي غادي نقسمها على هاد لي دو ونهبط شريطه دونك بلس بلس صافي. سي بون غادي نخدم بلس بلس هي بلس بلس موان هي موان 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 هي بلس بلس موان هي موان. دونك هنا شنو طلبوا مني؟ طلبوا مني يكون هادشي سوبيريور او ايغال ا 0. نكتب فين كاينه بلس، كاينه بلس هنا وكاينه بلس هنا. دونك هنا غادي نخدم هنا وغادي نخدم هنا.
عندي او ايغال دونك غادي ندخل الحلول من غير هذا اللي كاين في اللي فيها جوج شريطات. دونك عندي هنا اس هي من موانز لان اونيون، هاد جوج نورمالمون خاص يدخل، ولكن بويسك جا في المقام غادي نحيدو دو تال بلس لانفيني. وهادي هي لا سوليسيون ديال هاد لا كونديسيون الاولى. بقى ليا انه يكون هادشي ديفيرون دو فوالا، تكون اكس موان دو ديفيرون دو زيرو، يعني اكس ديفيرون دو دو. الا كان جوج في المجال غنحيدو، ها هو كاين ولكن ديجا محيد، دونك سي بون غادي يكون دي دو اف هو هذا نيت. سير بقات لي وحده اخرى اللي هي الالين ديال دو سيغ اكس. شفنا الالين، قلنا اي حاجه لداخل ديال الالين خاص تكون سوبيريور ستريكتومون، ماشي هو ايغا، ستريكتومون ا زيرو. دونك هنا ما يخلعكمش الالين، راه كونديسيون صافي. اكس ابارتنو ا ار تيل كو داكشي اللي لداخل سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، اي اكس جات في المقام دونك اكس ديفيرون دو زيرو. دي دو اف ايغال اكس ابارتيان ار تيل كو، باش تكون هادي اسميتو، باش تكون هادي سوبيريور ايغال ا زيرو والفوق اصلا عندي بوزيتيف، دونك هادي ضروري خاصها تكون بوزيتيف. يعني هنا غادي نقدر نقول انه اكس خاص يكون بوزيتيف، اكس خاص يكون بوزيتيف، اي اكس ديفيرون دو زيرو، و ديفيرون دو زيرو راه كاينه اصلا هنا حيت ستريكتومون. دونك غادي تكون دي دو اف ديالي هي من زيرو حتى لبلوس لانفيني.